تريد يجيك صفر يهلهل بسؤال الانشاء بامتحان الوزاري وتخلي المصحح يحقد عليك وما يساعدك ولا بدرجه؟ سويها ولا تكتب انشاء. والدور الثاني حلو، هسه انا راح اعطيك طريقه تكتب بيها انشاء تحصل بيها كم درجه بامتحان الوزاري. اول شيء تخطط الورقه بقلم رصاص منه ومنه والخط خفيف كلش. تجيب عنوان الانشاء من السؤال وتخليه هنا بالنص وتخلي اقواس هنا وهنا. عندك مقدمة ووسط وخاتمة وتقدر تحشين كلام يخص أي موضوع راح تكتب عنه. المقدمة هنا تترك مسافة وتبدأ بكابيتال لتر. I'm very interested to write about this subject. أنا جدا مهتم بالكتابة عن هذا الموضوع. نقطة هنا وتبدأ أيضا كابيتال. In fact, no one can deny that. في الحقيقة لا أحد يستطيع أن ينكر بأن شنو smoking is a bad habit. إذا جاك عن smoking مثلا. English is the first language in the world. اللغة الإنجليزية هي الأولى في العالم إذا جتك هذا الموضوع مثلا، أو أي موضوع آخر من الإنشاءات الستة الموجودة بالكتاب. تكتب لك سطر بالزايد هنا صارت مقدمة. نجي على العرض أو البادي إحنا نسميه. تترك أيضا مسافة كلمة وتكتب in this paragraph، يعني في هذا الإنشاء I'm going to discuss، أنا سوف أناقش and shed light وألقي الضوء on how we can، كيف نستطيع مثلا. وتحشي كلام يخص الموضوع مثلا هنا عن الدراسة في بريطانيا، تقول if we want to improve our English language، إذا إحنا نريد نطور لغتنا الإنجليزية وتبدي تحشي لازم نروح نعيش ببريطانيا، نشوف أفلام هناك، نفطر بالشوارع، وهالشكل اللي تقدر تكتبه. يعني هسه أنا أكتب على مستوى بسيط كلش. كملته وجيت على الخاتمة، هاي عندك خاتمة جاهزة اللي هي أيضا تترك مسافة وتبدأ كابيتال لتر. At last not least، أخيرا وليس آخرا، I hope، أنا أمل، I covered، أنا غطيت all the main points، كل النقاط الرئيسية، and gave new ideas، وانطيت أفكار جديدة about، عن شنو about هذا العنوان جيبه تخليه هناك. سويت لك إنشاء بسيط، أحسن ما تأخذ صفر، أقل شيء المصحح ينطيك عليه 7-8 درجات 10 درجات هو ضميره.